الوضع يعني كما هو معروف عالميا أن الولايات المتحدة تتصدر العالم في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19. طبعا هناك إجراءات مشددة في جميع الأماكن، يعني في إغلاقات مبكرة لمحلات البيع البضائع، وهناك اتباع لأسلوب التباعد الاجتماعي، وطبعا مسألة البقاء في المنزل. CVS يعني هذا مكان أو مول مشهور في الولايات المتحدة في بيع الأدوية وبيع ما يتعلق بالصيدليات، لا توجد به الكثير من المنتجات ذات الصلة بالعقاقير الطبية، ذات الصلة بالتنظيف أو حتى الماسكات أو الكمامات. هذه من بين الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الوقت الحالي، عليه أن يأتي مبكرا جدا في الصباح، ربما يجد أو لا يجد يعني.